السي عمار عمروسي عضو مجلس الشعب في حوار حصري لراديو توانسة. اليوم بطبيعة الحال هو الحدث 14 في التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية، قامت بمعرض الصور. أكثر تفاصيل مع السي عمار عمروسي. اليوم الذكرى الرابعة للثورة التونسية، وبالمناسبة هذه أنا أحب تجديد التقدير والاحترام شهداء تونس، كل شهداء تونس، شهداء 14 جرانتي وشهداء المسار الانتقالي الديمقراطي من قادة الجبهة الشعبية إلى أمنيين إلى حرس إلى جيش وطني. أنا نعتقد أن الذكرى الرابعة تأتي في ظروف صعيبة للتوانسة، ظروف صعيبة خاصة على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. البطالة مازالت قابلة بالثقل نتاعها، الغلاء مازال كيف تخوف التوانسة. وانا نعتقد انه اهم مكتب للثوره التونسيه وهو مكتب مهم هو الحريه، الحريه السياسيه اليوم، حق التنظم، التعبير، حق التظاهر الى اخره، لكن الحريه هذه تبقى منقوصه اذا كان ما تمش الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للفقاره، للمهمشين، للشباب. واليوم نلاحظ للاسف الكبير انه شعب تونس اسقط الخوف نتاع الامن والعصا الامنيه، ولكن تعوض الخوف هذا خوف من دبوس الغاز لتفرز، خوف من الشهرية، خوف من فاتورة الماء، خوف من فاتورة الضوء، خوف من البدن لا يمرض. أنا نعتقد أنه المسار الثوري مازال مفتوح، ونعتقد أنه الأشهر والأسابيع القادمة والسنوات القادمة باش تكون سنوات النضال الاجتماعي بامتياز، من أجل حق الشغل، من أجل مقدرة شرائية تليق بالتونسي، من أجل مساواة بين الجهات، من أجل عدالة بين الفئات والطبقات. الأوضاع صعيبة، ولكن الأمل للتوانسة أكبر، والحرية هذه على الأقل هي الإطار الأنسب باش نواصلوا المسار الثوري بما يضمن الشغل والكرامة الحقيقية، لأنه ما تماش قيمة كبيرة الحرية إذا كان الناس ما عندهاش حق الشغل، ما تماش قيمة كبيرة للحرية إذا كان المواطن ما يلقاش وين يداوي، ما تماش حرية كبيرة إذا كان المواطن يهبط للسوق يتفرج على الخضرة والغلة وعلى اللبسة وما ينجمش يشريها. شكرا.